المنيعة من المدن الجزائرية بالجنوب التي تم ترقيتها إلى مصاف الولايات المنتدبة. تجربة الاستثمار الخاص في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاضها العديد من المستثمرين هنا، وتعد مؤسسة المياه المعدنية والمشروبات الغازية أبرز وأهم الاستثمارات. فتحت في التسعينات ومن بعد جددت ودرت لي زيكستانسيون، الحمد لله كنت في 12000 بوتيور، ومن بعد رحت 32000 بوتيور، ومن بعد رحت 36000 بوتيور. كانت عندي إرادة الحمد لله باش ندير شركة في بلادي في المنطقة تاعي، والحمد لله. تتربع مؤسسة المياه المعدنية والمشروبات الغازية على مساحة 22500 متر مربع، متخصصة في إنتاج وتوزيع المياه المعدنية. باشرت عملية الإنتاج منذ حوالي 20 سنة، وهي اليوم تستخدم أحدث التقنيات في إنتاجها للمياه المعدنية، وتساهم في توفير مئات مناصب الشغل للشباب. راني نوظف في 380 عامل، هادم إلا تاع المحليين كلهم محليين. ولأن المقاطعة الإدارية المنيعة من أجمل الواحات الصحراوية بالجنوب ووجهة سياحية لمئات الزوار المحليين والسياح الأجانب، فإن الاستثمار في القطاع السياحي والخدماتي من الأولويات، ويأتي المشروع الاستثماري الخاص القرية السياحية المرتقب تجديده في القريب العاجل عند المدخل الشمالي للمنيعة نموذج استثماري واعد باعتباره أول المشاريع الاستثمارية في هذا المجال. معول إن شاء الله هنا باش ندير فيها قرية سياحية بكل الحوايج اللي تابعينها. مقرر باش ندير فيها 170 بانغالو، ندير فيها اوتيل لي بيسين، الدنيا كل فيها هنايا. المنيعة تنتظر اقبال مزيد من المستثمرين الخواص لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية. اجراء جديد